نيجي بس لموضوع الزيت. وانا عايز اقول لكم ان احنا تقريبا كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح يا دكتور مصطفى، وبنقول ان احنا بنستورد 2.5 مليون طن، مش كده يا دكتور علي؟ اه طبعا. وده اكتر من 90% من احتياجاتنا. لكن احنا يعني شغالين في خطه بنتكلم في 250,000 فدان صويا دلوقتي، والسنه الجايه ب 500,000 فدان صويا عشان نزود حجم انتاج الزيت من الفول الصويا المحلي، وعشان الفلاح المصري يستفيد من ده بدل ما احنا نشتري من بره. شوفوا يعني ما تنسوش ان البلد في خلال 30-40 سنه زادت بنسبه كبيره جدا جدا عدد السكان بتاعها، بس احنا كمان في الوقت ده ما قدر الدوله ما قدرتش تعمل خطط وتنفذها تجابه بيها هذا النمو الكبير. يعني الدكتور علي بيقول لي احنا كنا 1.4 من عشرة ساعات تخزين، احنا المفروض يبقى اكتر من 6 مليون طن عشان الذرة والرز والقمح، مش كده يا دكتور علي؟ طبعا. بغض النظر عن خطة استخدامهم كصوامع،